السلام عليكم مشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وكيف كتلاحظوا اليوم عندنا وصفه المربى، مربى البرتقال ولا كونفيتور ديال البرتقال او ديال التين. تبارك الله ما شاء الله، بسم الله على بركه الله. عندي هنايا انا ما عبرتش ما وزنتش، عندي كيف كتلاحظوا 7 ديال الحبات. عادي نخلي ما عاديش نستعمل كل شيء، تابعوا معايا منين نسالي عادي نقول لكم شحال استعملت ان شاء الله. كيف كتلاحظوا راه ما عمرش مزيان، معي منفوخ وصافي، ما نديوش على الميزان. عندي هنايا هاد البرتقاله اللي انا حليتها ولا هاد التينه، عادي نقشر ليها نقيها باش هاد القشور وهاد العروق هادو راه كيجيو مرين. هاد المربى اللي كنشارك معكم انا راه روعه ما شاء الله، كيجي بحالو بحال العسل، يعني ما واحد الذوق عنده مختلف. باش كتنقيه مزيان من هاد العروق ومن هاد الجلده هاد المربى اختي ولا خواتاتي، كيف ما كتلاحظوا معايا ما عادي تحتاج لا تطحنوا ولا حتى شي حاجه. واخا كيتفرتت لك بحال هكا اصلا محتاجين نروح نفرتت، لا عليك ما تقلقيش، واخا تفرتت لك. وعلى هذا الشكل هذا كنشارك معكم هاد المربى هذا اللي رائع. كيف كتلاحظوا خواتاتي راه هو 5 صوف كيف ما سبق لي وقلت لكم، راه ما عامرش مزيان بالماء وهذا مصوب. معليش هذاك الرقيق كيكون فيه الماء بزاف، اما هذا اللي غليظ شويه ما نديوش على الميزان كما سبق لي وقلت لكم. عادي نذكركم بشحال هنايا تخلي 5 ديال التينات ولا مندارينات، يعني كيف كتلاحظوا الطريقه هذه على الطريقه القديمه ما شاء الله. انا عندي زلافه ديال البرتقال هنايا ولا ديال لب البرتقال، غادي نزيد عليها نص حامضه عصير نصف حامضه. وعلى هذا الشكل هذا غادي نعمر هاد الزلافه ايضا بسكر حبيبات. درت زلافه ديال البرتقال، غادي ندير زلافه ديال سكر حبيبات. كيف كتلاحظوا غادي نفرقوا، ونفس الزلافه غادي نعبر بها ولا اي كيل بغيتي تعبري بها، عبري ماشي ضروري زلافه. كيف كتلاحظوا انا فقط عندي كميه كيف ما كتلاحظوا كميه قليله، عندي زلافه ديال البرتقال درت لها زلافه ديال سكر حبيبات على هذا الشكل هذا باش ما كتحيريش. بقى تقلبي الميزان، وحتى الميزان بعض الاحيان كيكون يعني الفاكهه اللي كتستعمل اما القشره ديالها غليظه اما فيها الماء اما ما فيهاش، حتى الطريقه ديال الطياب ديال المربى فهي مختلفه. كيف كتلاحظوا غادي في البلاصه غادي نطيبوه، فقط كنحركوه هكا يطلق الماء. ولكن اللي كان فيه البرتقال ديالك اختي ولا المندرين فيه الماء بزاف كيحتاج واحد الوقت اطول باش يقدر اختي يشرب لك هذاك الماء، ولا باش يتعسل باش يجي مربى على حقه وطريقه، واخا يبقى لك ويقدام ما يوقع له حتى شي حاجه. كيف ما كتلاحظوا من الاحسن واحد يدير غير ما يستعمل سيمانه على هذا الشكل هذا. انا رفعته فوق النار كيف كتلاحظوا خواتاتي، في الاول كانت عندي عافيه مجهده شويه، من بعد ما غلى نقصت العافيه كيف ما كتلاحظوا معايا. واخا هكاك تبارك الله العافيه مهيله، وهكا كيربي الكشكوشه كيف ما كتلاحظوا خواتاتي. وهكا غادي نستمر نص ساعه، غادي يطيب نص ساعه. وكانت عندك كميه اكبر، دابا غادي نضيف اختي واحد فاني، يمكن لك تستغنى عليها على هذا الشكل هذا. اختي فاني يمكن لك تستغنى عليها الا ما كانش على حسب الذوق ديالك اختي. وهكا هو كيجي معسل تبارك الله، هاد المكونات اللي عطيتك وهاد الطريقه هذه كتجي ناجحه 100%. كيجي المربى ديالو معسل، وكنغطيه واحد ربع ساعه ونعاود نطلع عليه. كيف ما كتلاحظ اختي ربع ساعه على ما يطيب على هذا الشكل هذا. كما لاحظتوا خواتاتي فهو كيتعسل ما شاء الله، واحد كيف ما كتلاحظوا. ما عاديش نشكر لكم ولكن الصوره تحكي عن نفسها. كنحركو شويه كنحركو وكنطفي عليه العافيه، صافي راه واجد حقاش هو كيبرد. ضروري نجرب ديروا تجربه واش طايب ولا بركه عليه. على هذا الشكل هذا كنشوف نخشي المغروفه ولا الملعقه اي هذا ونخليها تبرد شويه باش ما تحرقش يديك اختي. وكان ندير تجربه نشوف واش كيلصق بحالو بحال العسل كنجربو، الا كان بدا يلصق شويه راه بركه عليه. على هذا الشكل هذا اختي كنحاول نوضح لكم الصوره، وراه طايب تبارك الله. عادي نطفي عليه وما نغطيهش،
كيف ما لاحظت خواتاتي طفيت البوطه وما غطيتوش باش هذاك الماء اللي كيطلع ما كيعاودش يرجع لينا المربى وكيخسر لينا الى طول ولا بقى لينا اللي احتاجيناه. كيف ما كتلاحظوا تبارك الله على ما يبرد وعادي نعاود نشارك معكم المربى. دابا راه سخون شويه مازال جاري مازال طالق راسو. هذا هو كيف ما لاحظتوا معايا خواتاتي غادي نخلي حتى يبرد. وكيف كتلاحظوا خواتاتي هو المربى ديالنا واجد تبارك الله كيف ما لاحظتوا هي واحد ما عنديش نقول لك مهبر تبارك الله. اللي بغى يمكسيه يمكسيه ولكن بهالطريقه هذه كيجي احسن احسن من المربى ولد الحانوت ولد مهم كيجي روعه ما شاء الله. خواتاتي يمكن لك القرعي تعقمهم ضروري يتعقموا تغسليهم مزيان طيبهم واحد 5 دقائق ديرهم في الماء بارد باش ما يتفرقعوش لك الا درتهم في الماء سخون. ديرهم في الماء بارد وديرهم فوق البوطه 5 دقائق يغليو وطفي عليهم هكا كيكونوا تعقموا. وهكا هذا هو المربى ديالنا. والناس اللي كيشاهدوني اول مره ديروا الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو حطيته في قناه طياب متنوع. وهكا خواتاتي كنشكركم بزاف على الاراء اللي كتشاركوا معايا. وهذا هو المربى ديالي اللي شاركت معكم اليوم تبارك الله ناجح 100%. وكما كتلاحظوا خواتاتي فهو مهبر معسل روعه ما شاء الله. دير به اي دير به الحلوه دير به تحطوه في الفطور المهم روعه المغري الجميع جميع فين ما حطيتو يخدم ليك اختي. وصلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كيف ما شفتوا معايا كيف ما سبق لي وقلت لكم انا درت زلافه ديال البرتقال ولا المندرين وزلافه ديال سكر حبيبات. نتوما كذلك ولا حاولتوا ديروا بزاف ولا بغيتوا ديروا بزاف كاين اللي كيديروا باش كيبقى له على دور العام خليه في مكان يعني محتفظ ما هو سخون بزاف ما هو بارد بزاف. ويمكن لكم الضعف الكميه دير مثلا اللي عبرتي به عبرتي بشي بواطه كبيره عبر بها نفس هذاك السكر حبيبات باش كتعطيك بحال هذا كيجي ما شاء الله عليه. ونتمنى تخليوا لي في التعليقات اي حاجه لاحظتوها ولا عجبكم ما عجبكمش خليوا لي في التعليقات. وبيكم انا مستمره هكا اخواتي المربى ولا الكونفيتور ديال اليوم ما شاء الله. ومازال معكم ان شاء الله في الوصفات اللي هي اقتصاديه وسهله وبسيطه واللي موجود عندك متوفر في المطبخ ديالك يمكن لك دير به. وما تنساوش الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس وما تنساونيش ملي لايك ديالكم. مع السلامه الى فيديو اخر.